حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن موضوع المعتقلات والسجون السرية وأيضا إهمال الحكومة لقضية المعتقلات والمعتقلين، حقوق المعتقلين داخل السجون، الاكتظاظ الحاصل داخل السجون. كل هذه القضية راح نتناولها اليوم، تابعونا بعد الفاصل. بعد عمري راتك ما اريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي، ونريد ولدنا، كل شيء ما اريد منكم غير سلامتكم وهي لكم. والله يا وليدي بعد عمري شايف وجهك، شايف الخير يا امي. وينان اريدهم يا ابو ولادي، وين ادورهم يا ابويا؟ والله اثنينهم راحوا مني يا عيني يا ابو، وين اروح؟ الله يتوغل يداوم علي يا غد. بس امي يا ابوي اريد يجيبوا لي ابوي، يدوروا لي ابوي، يرجعوا لي ابوي، بس بالدنيا شريت منهم. مسجونين ما يخالف، محجوزين شباب مثلك، شباب بعدهم يا ابوي. والله صار بدنا نتجر، وين اروح؟ وين اضطوجي؟ لماذا اضطوجي؟ هاي الرحالية مهجومة، كل شي ما فيها. جينا نامكم اشامينا للغامرين اخشد على الرزازة. اعطيكم العافية وليدي بعد عمري انك توصل صوتي، وين ما كانت وصلة طالب لفيهم يا عيوني يا ابا ولادي يا ابا جنين قلبي يا ابا. ما لي غيرهم يا بي يا ابا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بداية هذا البرنامج اسمه صوتكم، أرقام الهواتف موجودة أسفل الشاشة حاليا لسماع أصواتكم. أي شخص يريد يعلق على قضية المعتقلين المغيبين قسرا اللي مختطفين من قبل جهات حكومية أو من ميليشيات، عند معتقل بسجن يريد ينقل قضيته، نتمنى نسمع صوته عن طريق واحد من هاي الأرقام. واللي ما يقدر يحكي وما يقدر يتصل، عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. أنوه أنه ما أقدر أستقبل أي اتصال على هذا الرقم، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل. أي شخص يريد يدزلنا رسالة عن هاي القضية يبعث برسالة بها اسمه مكانه يا ريت، حتى نعرف منه اللي دا يحكي ويانا. قضية المعتقلين، يعني التقارير تشير إلى أنه أكو معاناة داخل السجون العراقية. هيومان رايتس واتش تقول أنه أوضاع المعتقلين داخل السجون مهينة، يعني تقارير تشير أكو اكتظاظ بالسجون، بنى تحتية داخل السجون العراقية غير جيدة، رديئة جدا، السجون مدى تستوعب العدد الموجود بها، عشرات يقعدون بزنزانة ما تستوعب أكثر من شخص أو شخصين، إضافة إلى أنه هاي السجون بعد ما تستوعب أحد السياسيين السنة اللي صار له من 2003 إلى اليوم 16 سنة ساكت، طلع وقال أنه جرف الصخر ممنوع أحد يوصلها، حتى رئيس الوزراء وحتى القوات الأمنية مسيطر عليها، من سماها الغول الأكبر اللي هي الميليشيات اللي تدعمها إيران، بها سجون سرية تحوي كافة المغيبين قسرا من كافة نواحي العراق. سجون العراق بها مشاكل. أولا التقارير تشير أنه آلاف المحكومين بالإعدام انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب. ثانيا القضاء العراقي مصنف على أنه أسوأ قضاء بالعالم، فيعني هم ما حققوا أول شرطين إلى أي معتقل أو أي سجين، يعني السجين في كل نواحي الأرض، في كل بقاع الأرض. لما دولة تجي تعتقل واحد، فرضا دولة سين اشتبهت بصاد، لما تروح تعتقل صاد ما تهينه،
ما تعذبه، ما تضربه، ما تغلط عليه، ما تسيء معاملته. هي اعتقلته ودخلته إلى تحقيق وحققت وياه. التحقيق هنا ايش راح يكشف؟ هذا المواطن بريء أم مذنب؟ إن كان مذنب يحول من المراكز الأمنية، مراكز الشرطة، من أي جهة أمنية إلى الادعاء العام، الادعاء العام يحوله إلى محكمة، القاضي هنا ينظر بالقضية بعدل ويشوف هو وهيئة القضاء اللي وياه أنه هذا المحكوم إيش قد يستحق سنة، سنتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، حسب الجرم اللي هو سواه. إن كان مذنب يدخل إلى السجن، والسجن هو مؤسسة إصلاحية قبل كل شيء. السجن لما تدخل عليه مذنب وليس بريء، السجن لما تدخل له مذنب هي مؤسسة إصلاحية لإصلاح نفس ذلك عذراً المجرم اللي سوى أي جريمة، إن كانت قتل، إن كانت جريمة سرقة، إن كانت جريمة اختلاس مال عام، إن كانت أي جريمة، يدخل إلى السجن لإصلاح نفسه، حتى من يطلع من السجن ما يكون عنده نفس الفكر الإجرامي السابق. لكن بالعراق ما شاء الله احنا عندنا سجون، مثلا سجن ب 55,000 واحد. احنا السجون اللي عندنا هي لإهانة نفس البشر. 55,000 واحد قد يكونون 54,999 بريئين نتيجة تهم كيدية وتشابه أسماء. والقضية الطامة الكبرى اللي حكينا عنها كثيرا واللي حذرت منها منظمات حقوق الإنسان، وأيضا حذرت منها هيئة علماء المسلمين، أيضا حذرت منها منظمات دولية، هي قضية تشابه الأسماء. احنا نعرف كل زين بالعراق اكو محمد جاسم وجاسم محمد، واكو اشخاص اسماءهم الثلاثية متشابهة، واكو اشخاص خلينا نقول بنسبة 3% من الشعب العراقي اسماءهم الرباعية متشابهة. يعني اذكر لما انا يعني اذكر او قرأت انه لما تكون قضية تشابه الاسماء مع اي قضية تمس امن الدولة او غيرها، اكو اجراءات تحصل داخل الدولة حتى يعرفون ان اكو شخصين عندهم اسماء رباعية متشابهة، منو المطلوب ومنو الغير مطلوب. يعتمدون على اسم الام، يعتمدون على اسم الزوج، يعتمدون على اللقب، يعتمدون على اشياء كثيرة. لكن بالعراق عندنا اعتقال على اسم ثنائي. وكم محمد جاسم بالعراق، وكم احمد شهاب بالعراق، وكم احمد محمد بالعراق، وكم علي حسين بالعراق. هاي قضيه احنا لازم نحط لها نقاط. حكومه بغداد ليش يعني تغض الطرف عن هذا الامر؟ ليش السجون العراقيه بها ابرياء يعتقلون سنه وسنتين وثلاثه واربعه، بها محاكم القضاء فاسد، يطب القاضي همه انه يصدر حكم على هذا المعتقل بدون ما يعرف قضية هذا المعتقل صحيحة أم لا. وسمعنا كثير من القضايا في العراق اللي اعتقل نتيجة تهم كيدية من مخبر سري، ونتيجة تهم كيدية من ضابط تحقيق يكره هذا الشخص، ونتيجة تهم وناس بريئين منها أعدموا فقط لأنهم لا يمثلون الجهة التي اتهمتهم. جرف الصخر ليش بها سجون سرية؟ وميليشيات الحشد ليش عندها سجون سرية أصلاً؟ والجيش العراقي ليش عنده سجون سرية أصلاً؟ ووزارة الداخلية ليش عندها سجون سرية أصلاً؟ ما من حقها تعتقل، مو ما من حقها تلقي القبض على شخص. وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الشرطة، الشرطة هي المسؤولة عن الأمن الداخلي،
الشرطة إذا أجاها أمر قضائي باعتقال شخص تعتقله وتحوله إلى مركز الشرطة، مركز الشرطة يحقق وياه ويكمل إجراءاته بشكل روتيني ويكتب محضر تحقيق ويحول محضر التحقيق مع السجين إلى القضاء. القضاء هنا لازم ينظر بهاي القضية صحيحة أم لا، وأكو تحقيق ثاني وأكو مدعي عام وأكو شهود وأكو أكو أكو كثير من الأمور يجب أن تحصل مع هذا المعتقل وراها يطلع بريء، يخرج من أول دقيقة القاضي يقول بها هذا بريء. وكم بريء بالسجون العراقية حصل حكم براءته وما زال معتقل؟ سجاد من بابل حياك الله يا سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نشكر قناتكم، هاي القناة الموقرة اللي تنقل صوت المظلوم صراحة. حياك الله يبارك فيك. احنا هذا الموضوع، موضوع المعتقلين، هذا ملف اصبح نقمة على رؤوس المواطنين. ملف المعتقلين هذا بناس مظلومين، ناس اعتقلوا بسبب المخبر السري، اعتقلوا بسبب مشاحنات عشائرية، اعتقلوا بسبب ظروف غامضة، وايضا بهم اعتقلوا بسبب ارهاب، يعني خلينا نقول عمل صحيح. بس اغلب هاي الناس اللي اعتقلت على محسوبية صراحة. فأغلبهم الموجودين مظلومين، العفو، مظلومين واعتقلوا بسبب مخبر سري. يعني مخبر سري عنده مشاحنة عشائرية على قطعة أرض أو عند على قطعة سكنية أو على أي شيء، راح هذا الشخص ادعى عليه أنه بالإرهاب أو فتشي، صدروا عليه واستخدام مادة الرابعة من قانون الإرهاب، اعتقل ولا انتزعوا اعترافات من عنده وانحكم واصبح ضحيه. هذا بريء صراحه، هذا هي شيء موضوع بريء. اما من كان عنده عمل ارهابي او عنده تفجير، لا، هذا ياخذ جزاء عادل ضمن قاضي عادل، محققين عادلين، وينال جزاء. اما المظلوم الموجود بالسجن بسبب هاي الادعاءات صراحه، يعني هاي امور ما يرضى بها لا الله سبحانه وتعالى ولا الإنسان. هواي من المعتقلين. نعم نعم تفضل تفضل كمل سجاد. أكو هواي من المعتقلين اعتقلوا ولحد الآن ما لقينا لهم أي أثر. يعني أكو معتقلين حوالي 18 معتقل انخطفوا صراحة، نحن نقول انخطفوا ما نقول اعتقلوا، انخطفوا من وسط محافظة بابل ولحد الآن ما لقوا عليهم أي أثر بالجهات الحكومية. بس للأمانة وإحنا نشيد صراحة، الحق يقال، الحق يقال في كل مكان. اليوم جانا مدير شرطة بابل اللي هو الرجل علي قوة، ومدير استخبارات بابل علي خوان. يعني دول الناس بارك الله بهم على هذا عملهم اللي خلونا إحنا كمواطنين نمشي بطوننا ضمن المحافظة المعنية، رغم نحن من طائفة وهم من طائفة. إن شاء الله هذا الشعار خاطئ، بس إحنا دا أبينها للناس. يعني خلونا نمشي بطوننا. التجأوا إلى ملف المعتقلين، يعني كان قبل أن المعتقل يبقى بالسجن فترة ما يقارب سنة أقل وما تصعد دعوته للجنايات. اليوم من إجانا مدير الشرطة وقائد الشرطة، العفو، مدير الاستخبارات وقائد الشرطة، اهتموا بملف المعتقلين وأصبح ايش قصر لقائد الشرطة يخدم بمركزه؟ صراحة قائد الشرطة صار لما يقارب حوالي سنة أو سنة سنة طلعوا معتقلين من السجون اللي موجودة ببابل وكانوا بريئين وقدموا لهم اعتذار أو لا؟ بق التاج، أنا ما أجامل أي أحد، لا أجامل الرجل قائد الشرطة ولا أجامل أحد. طلعوا ناس، يعني قبل هذا الرجل قائد الشرطة كان المعتقل يفرج عنه من مراكز الشرطة أو من أي مديرية بالطريق ينخطف. انتقاد الشرطة قرار أنه المعتقل دورية من المركز المعني توصله للمركز اللي ضمن المركز الجغرافي مالته، ويجي يستلم المختار ويستلمه إلى زوي. هذا سواء قائد الشرطة ومدير الاستخبارات، وخلونا نمشطن. بس أكو معتقلين مظلومين، نعم أنا أقول لك أكو معتقلين مظلومين على محسوبيات. أنه هذا الجهة
وهذا الجهة، فهاي الأمور اللي صارت اليوم. نعم شكرا شكرا لك أخ سجاد، بس يعني مهما يكون إذا هو دا يسوي خير فبارك الله به، بس إذا ظلوا عند مظلومين فهو ما سوى شيء. مني طلع كل المظلومين ساعتها احنا نفرح ونقول انه عندنا واحد دا يشتغل. محمد من موريتانيا حياك الله. الله ان شاء الله الله يفرج عن جماعة العراق، اللهم اعزوا واكرموا. نعم. ان الحشد هو عبارة عن مجموعة جاءت لتصرف في حسابات الحرب السنوات الثمانية. نعم. مجموعة إرهابية أسمعته. لا شك أن عمليات التي تقوم بها عمليات وحشية تقزز القلب. شكرا شكرا لك أخ محمد، يعني الصوت كان شوية ضعيف ما يعني ما بس استوعبت أنه هو حكى عن الحكومة أو الحكومات اللي جت بعد 2003 أن هم عصابات أتوا لسرقة العراق فقط وما يفكرون بالعراق والعراقيين، هذا اللي قدرت أفتهمه. أم وليد من جرف الصخر حياك الله. ألو. هلا هلا أمي تفضلي. مفقودين صار لهم 4 سنين. نعم. وما اعرف شنو مصيرهم، والله يا اخي والله ما اعرف. 26 نفر برقبتي، الله شاهد هاد فوقي. كم معتقل عندك ام وليد؟ والله عندي 5. نعم. ولدي 4 وابني 5 واخوتي 6. نعم. هو ولده. والله يا اخي ولد اخوي الاخر 4. تقريبا بين 12 واحد. وهو من ولد امامي، هو مو اقول لك واحد واثنين، عشيره راحت لي والله يا اخي. نعم. والله يا اخي وهواني اريدها من الله ومنكم، حيين قلوا لي حيين، ميتين هم قلوا لي، يعني العجينه اللي مشعره معلقه بالعجينه، والله عائله كبيره وضخمه، وبس انا الوحيده لهم والله شاهد. وانا اريدها من الله ومنكم، تساعدونا عليهم. شوفون مصيرهم شنو؟ والله يا اخي والله انا تعبانه، امهم انا امهم مو انا والدتهم. الو. نعم وياك ام وليد تفضلي. والله انا ام خالد، انا امهم وما ادري شنو مصيرهم، والله العظيم يا اخي والله ما عندهم مصيرهم، ما خليت لا حاسبات لا خليت صوت. ام وليد بس عندي سؤال، ام وليد بس سؤال، انت قلت لي عندك ابناء 5 معتقلين، ايش وقت انت قلت من 4 سنين، وين ومنو اللي اعتقلهم وعرفتوا عنهم شيء لو لا؟ لا والله يا اخي ما عرفت عنهم شيء. وين اخذوهم من وين؟ والله ما عرفت عنهم شيء. ها اخذوهم من منطقة البابا هاني. من منطقة البابا هاني؟ زين تعرفين الجهه اللي اخذتهم؟ اي منطقه البابا هون يسمونها محطه الزامل. الجهه اللي اخذتهم تعرفيها لو لا؟ هاي عيني. الجهه اللي اخذتهم اللي اعتقلوهم تعرفيهم منو اللي اعتقلهم؟ والله يا اخي والله يا اخي قوة مشتركه اخذتهم كله زي عسكري. اها. وما اعرف شنو مصيرهم، اخذهم الزلم وهيد والنسوان ظلت وحيد. نعم. ولا خدم حزب الله، انا بدي اقول لك شيء ما بها يا ما بعد يا اخي. نعم. تلحقتنا قوه كبيره كلها عمايم خبر وصفر وما عرفنا تلقاهم اخذهم من عندنا حولهم للسيارات اخذوهم وما نعرف مصيرهم شنو. نعم. والله يا اخي وانا رايدتهم من الله ومنكم ميتين. ان شاء الله ان شاء الله وصل صوتك. ان شاء الله وصل صوتك ام وليد من جرف الصخر، شكرا لك وربي يفك اسر ابنائك وذويك ان شاء الله كلهم يرجعوا لك سالمين غانمين. يعني هاي وحده من مصايب العراق، امراه عندها 4 اولاد وابوهم 5 ما تندلهم وين؟ يعني انا اللي اعرف بيت بي واحد مو سوي، عفوا مو 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 لقب، انا اقصد مو سوي انه انسان اعوج مو عدل، إنسان يسوي مشاكل، إنسان عنده قضية، إنسان سوى جرم، إنسان سوى أي شيء سيء،
يعني إنسان واحد يعتقل هذا الشخص، أما تعتقلون هو وأخوته وولده وولد عمومته وولد عماته وما أعرف شنو ونسايبه كلهم تجرونهم بالرجلين، ليش؟ هذا اللي إحنا دا نحكي به. محمد من كركوك؟ إيه. حياك الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ بنعمة، أنتوا شلونكم؟ أنا قبل 20 يوم طبوا وأخذوا ابني من البيت. قبل 20 يوم. يوم إلى 25 يوم ما أعرف مصيره شنو. لكن هذا مو مشكلة، يعني إنه إحنا ما ظلت لنا أي قيمة، ما ظلت لنا أي مسألة. نعم. إحنا يعني وين نتقبل؟ نعم. ألو. وياك أنا حجي. أنتوا على الفضائيات تشوفون المسؤولين، يعني والله المخبر السري تبرنا. والله المخبر الكيدي اعتبرنا كبير، يعني وين نتقبل احنا بعد؟ زين بس عمي اسمح لي، ابنك الله يرد لك اياه سالم، تعرف اخر مكان الا كان وين؟ وين رايح؟ لا والله كل شيء ما اعرف. نعم، زين سالت عنه الشرطه مراكز شيء؟ سالت عنه كركوك، قلبت عليه قالوا ماكو. نعم ما خليت مكان ما رحت، يعني دورت عليه كل المكانات ما خليت 22 يوم ما اعرف مصيره وين. ايش قد عمره هو الله يحفظه؟ عمره 22 سنه. نعم. احنا تعرف لك يا اخوي احنا ما ظلت لنا اي قيمه، ما ظل لنا اي شيء، يعني احنا قام واحد يبيعنا واحد يشترينا. نعم. والمشتكى إذا شكرا لك أخ محمد وربي يرد لك يا سالم. يعني 22 سنة توا متخرج من الجامعة، واحد يعني ما أنا نسيت أسأله هو خريج لو لا، لكن هذا العمر توا متخرج من الجامعة، شاب في 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 عنفوان شبابه، كل آمال وأفكار أنه يبني مستقبله، 25 يوم ضايع. الله يعين قلب كل أب ضايع عنا ظناه، والظنا غالي. أرد أسأل المسؤولين العراقيين من كبيرهم لصغيرهم أو من صغيرهم لكبيرهم، يقدر يضيع عنا ظنه وما يعرف عنا شيء 25 يوم نتيجة انفلات أمني، نتيجة ميليشيا؟ وبأي حق الميليشيات تعتقل؟ وبأي حق الجيش يعتقل؟ اعتقلت واحد، بلغوا أهله، يابا ابنكم بفلان مكان سوى فلان مصيبة وإحنا معتقلين يمنا، تلقوه بفلان مكان زوروه احجوا ياه. هذا حتى المختطف يخابر أهله، يابا ابنكم أنا اختطفته، أريد فلان شي وفلان شي. محمد من الموصل، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. أخي العزيز يا أهل، احنا مثل ما قبلك قال المتصل اخونا من هالكركوك، نعم، انه احنا فعلا واحد يبيع واحد يشتري بينا. نعم. يعني احنا اسرى تحت المخبر السري في نينوى، نعاني من هذه معاناه بشعه في نينوى. ظلم منتشر عندنا بصوره مو طبيعيه، اللي 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 يطب جوه ما يطلع بسوالف الا يعني ما ادري شو اقول لك، ما ادري شو اوصف لك الوضعيه اللي عندنا، هي كل ظلم في ظلم. نعم. يعني الى متى حكومه هي واجهزتها الامنيه وهذه معتمده على مخبر، كلها دعاوي كيديه وكلها كراهيات، كلها عقاد، يعني بسبب مشاجره جزء سنتين ثلاثه أو بسبب بائع لسيارة على أحد يطلب فلوس، يعني كلها دعوات كيدية في كيدية. إلى متى هذا الحال؟ إلى متى يعني؟ شكراً. نبقى بال يعني حالنا حالة مزرية يعني. نعم. شكراً لك أخ محمد. من موصل الحدباء أيضاً أبو حمزة، حياك الله يا أبو حمزة. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه.
السلام عليكم. عليك السلام والرحمة، إذا أمكن نص التلفزيون اسمعني من التليفون أسرع. أستاذ تفضل. أبو حمزة انقطع. أنا على ذكر الموصل، النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربة طلع بتصريح، ما أعرف يعني هل هو صحيح أم لا، يقول أنه أكو 70,000 مذكرة قبض بحق أشخاص من محافظة نينوى تدعي الأجهزة الأمنية أنهم إرهابيون. هو قايل أنه هذا رقم مبالغ به، لأنه لو أكو 70,000 إرهابي ما كان قدرة القوات الأمنية ترجع نينوى. أنا أريد أسأل سؤال، لما كان تنظيم الدولة المسمى بين قوسين داعش مسيطر على محافظة نينوى، الأرقام اللي طلعت وقالت أكبر رقم 4,000 عنصر من عناصر التنظيم هم اللي مسيطرين على المحافظة، أكو مذكرات قبض بحق 70,000 واحد، زين لعدل كتلتوهم لـ40 وين؟ أنتوا قلتوا 4,000، 40 × 70 دولة 110، زين 4,000 لو 70,000 إرهابي، لو 40,000 واحد كتلتوهم كلهم من التنظيم، شنو الفيلم؟ أريد أفتهم الحكومة لما تزود الأرقام، هاي مثل القصص الخرافية كنا نسمعها وإحنا أطفال، رقم يومية يزيد. إذا 70,000 واحد بالموصل عجل الأنبار شقد؟ صلاح الدين شقد؟ أنتوا ثلث الشعب العراقي راح تطيروا بحجة الإرهاب وبحجة المخبر السري. محمد بن موصل يقول يعني يقول إحنا تعبنا، إحنا أسرى تحت المخبر السري. من هو هذا المخبر السري؟ والمخبر السري لما دا يجيب لكم خبر دا تتأكدون من الخبر دا يجيبه، لو قبل تروحون تشحطون العالم وتجروها بمعتقلات أهلها ما يعرفون عنهم شيء وهم ما يندلون شيء، وتعذبوهم وتضربوهم وتأخذون من عندهم اعترافات تحت التعذيب، وراها تقولون إحنا ألقينا القبض على إرهابي. حكومة بغداد وين؟ هيئة حقوق الإنسان بالبرلمان وين؟ وزارة حقوق الإنسان وين؟ وزارة العدل وين؟ ضميركم أنتوا يا الحكومة العراقية وين؟ شو عندنا معتقلات سرية وعندنا معتقلات بها اكتظاظ وتعذيب بالسجون، وعندنا ناس مغيبين قسرا، وعندنا ميليشيات تعتقل بكيفها، وعندنا قوات أمنية تعتقل بكيفها، وعندنا 70,000 إرهابي بالموصل اللي كانوا يقولون بها 4,000 واحد من التنظيم، وعندنا بلاوي هواية بقضية المعتقلين، وعندنا ناس ينعدمون نتيجة قضية من مخبر سري ويأخذون منهم اعتراف بالتعذيب، وياما أبرياء انعدموا، وياما أبرياء انسجنوا، وياما أبرياء انسجنوا وطلعوا شايفين شتى أنواع التعذيب. هو بري. فضيلة من الموصل تفضل أخوي. فضيلة أهلا أخت فضيلة. ابني أختي على خضراء من الموصل من وقت المالكي 29/3 سنة 2014. نعم. وليه هالحد هذا صار فات بس 6 سنين، أنا ليه هالحد ما أعرف عن ابني كل شيء، ما خليت مكان ما دورت ما لقيت عن ابني كل شيء، بس أريد خبر أنه الله يخليكم، بس أريد خبر أنه عبد الله علي معروف والله كل شيء ما عندي والله من الشارع أخذوه. منو أخذت عارفين؟ وقت الخراوي أخذوه، قال سيطرة الأقرب إحنا أخذناه، احنا حكينا معاه قال احنا خذونا سيطرة العقرب، الشرطة الاتحادية مع الموصل اخذوه بعد كان وقت الغراوي قبل ما يسقط الموصل بدواعش. وهذا من 29/3 سنة 2014. زين من اخذوه شنو التهمة اخت فضيلة؟ قالوا لك لا ناس تهمة اشكال 4 إرهاب، من أخذوا 4 إرهاب؟ والله ابني بيع فلافل بسوق المنصور عندنا بالموصل، يومي 10,000 دينار اشتغل. 4 إرهاب، ايش قد عمره الله يحفظه؟ تسمعيني أخت فضيلة؟ بلى. ايش قد عمره الله يحفظه ابنك؟ مالي قد عبد الله ولي،
عمره 25 27 سنة. نعم. ايه. نعم. والله ما عارف مواليده، بس انا مواليد 90، عارف مواليد 90. عارف مواليد 90، بس والله كل شيء ما عنده، عنده 3 اطفال، مرته صغيرة، اطفال، والله شايف انت بنت جت على الدنيا ما شافته. بس الحمد لله عارف يا مكان ابني، ما عارف كل شيء من الله. نعم. ما خلى الجماعة قالوا لي بتاجي، رحت على التاجي ماكوش ماكوش، والله انطيت فلوس الدنيا بس يقول لي اياه، ما حد اخذ الفلوس، دفتر ونص انطيت، قعدت على الحديدة وما حد انطاني كل شيء اي نتيجة. شكرا شكرا لك اخت فضيلة، يعني الله يعينها، الله يعين كل ام وكل اب فاق الظنا والظنا عزيز. شنو ذنب أماية مخلفة ولد ربته وتعبت عليه وكبرته أكثر من 20 سنة، وهي تباوع عليه يوم يوم وتدعي بيوم يوم، تشوفه يكبر قدام عينها وتشوفه أحسن من عدها حتى يسوي شيء بحياته، وتزوجه ويشوف ظناه، يجون يعتقلوه بسيطرة العقرب أو الشرطة الاتحادية أو ميليشيات أو غيرها، ويضيع عنها وما تعرف عنه شيء، وهي تقول من 29 آذار 2014 يعني تقريبا صار 5 سنين. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. هم يتحدثون تتحدثون عن حكومة. نعم. هي أكو حكومة، ماكو حكومة، هذول عصابات، ولا عندنا قانون ولا عندنا قضاة ولا عندنا أي شيء. ولهذا أشوف هذول السفهاء اللي هم يحكمون هسه الأحزاب، هي اللي قاعد تحكم، وإيران دا تحكم هم. ولهذا السجون مليانة، كل من هسه شوف السجون مليانة، كلها معتقلين، كلهم صغار، كلها العمر 20 و18، واللي عمره 25 يعني، وما حد يسأل عنهم ولا حد يحاكمهم ولا أحد، ولا يخلون أحد يروح يسأل عليهم. هم كلها أربعة إرهاب، هم الأربعة إرهاب. وإذا تجي على الحقيقة فهم العصابات الموجودة كلها، من النواب إلى الوزراء إلى الحاكم الأعلى، رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، كل هذول العصابات الموجودة هم إرهاب، ويريد لهم واحد يلزمهم ويحرقهم حرق. لكن دموع هاي الأمهات ودعاوي هاي الأمهات ما تروح هدر إن شاء الله، ما تروح هدر إن شاء الله. يجي يوم ينتقمون منهم انتقام كلي، يجي يوم إن شاء الله اللي دا ينتقمون منها الشباب وهالهاب، ما هذول لا عندهم ظن ولا ضمير ولا عندهم قلب اللي يستوعب. وإذا أنت تفضلت قلت هم هتون على أولادهم، هم هذول أولادهم مو ياهم، هم أزواجهم وأولادهم مطلعينهم برا وهم ناهي يلعبون شولة بالبلد. نعم. ها؟ ولا هم، وكل واحد إذا هذا المالكي أحمد ابنه هناك برا سيارته وكشخته ويوم حفلاته إلى آخره، بدم يأكلون دم هذا الشعب المسكين اللي ميت من الجوع. الله ينتقم منهم إن شاء الله. حابة الأمهات ما تروح غدر، لا والله. نعم. لا والله. نعم. لا والله. وأنا أشكر. شكرا شكرا لك أم أزهار من العاصمة أيضا عباس، حياك الله يا عباس. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. تفضل يا عباس. انقطع الاتصال يا عباس. أم سجاد من المحمودية حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. أم سجاد، أرجو من أم سجاد. أنا ليش ما اتصل؟ ألو. وياك تفضلي. عندنا إحنا مفقود. إيه. إحنا مفقود صار لهاي 4 سنوات.
ما ندري بيه وين ما وين. وين انفقد؟ انفقد من نام المحمودية من بابية انفقد، الساعة 7 راح للدوام وبعد ما رجع، بالثنتين هو دوامه ينتهي وبعد ما رجع. وين يداوم هو؟ يداوم بحي الموارد المائية. يداوم بالموارد المائية. انفقد وما تدرون عنه شيء من 4 سنوات. صار له 4 سنوات ما يلا أي أثر، ما خلينا مكان ما دورنا عليه، حتى محامين حطه تكلت من المحامين، والله وشهد الله علي عنده 4 جهال حائرة بيهم والله العظيم. من سألتي عنه ما قالوا لك عنه شيء؟ ما قالوا له أي شيء عنه، بس يعني ما ينطون أي جواب، نروح لهم ندور هاي ما ينطون أي جواب. شو جاوبوك والله؟ يعني ما يجاوبون، ما عندنا هذا الاسم، ولو شوفوا ما يشوفوا وين راح، هيك يعني ينطون أسئلة، ما ينطون يعني جواب أكيد. نعم. بس احنا ندري بي اللي خطفون يعني هم تدري بيهم أنت، وما يعني ما يريدون ينطونا، يعني حتى لو عندهم ما ينطونا خبر بهيك مكان وبهيك مكان. نعم. وما أدري غير يوم الله بعد ويومكم، بلكة الله يشوفون حال إذا هو يومهم وين ما وين، بلكة الله يطلعونه يعني بالصورة حتى يشوفه. نعم نعم، إن شاء الله يرد لك سالم يا ربي. شكرا شكرا لكم. سجاد بشرى من موصل الحدباء، حياك الله يا بشرى. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. اخويا هذه يعني احسن قناه، اشرف قناه اني اسمعها ومتابعتها. واجبنا هذا، تفضلي اختي. الله يسلمك. ابني مواليد 2027/7 واعتقلوه من 2017 بشهر 7/10 دي. ابنك مواليد 27/7/2000 صحيح؟ اي نعم. نعم تفضلي. واعتقلوه هذا اي من 2017 بشهر 7/10. نعم. وكله من وراء المخبر السري، وابني في صف ثالث متوسط، وراح مستقبله ضاع مستقبله، وما اعرف شو اسوي وين اروح. وواحد صغير عمره 8 سنين وهم قدت عليه عبوه واشتلت مكانه. لا اله الا الله. نعم. ايه وهذه حالتي اني اسعن، ما اعرف انطي وجهي وين، ما بقيت على وقف على ولد واحد. زين اخت بشرى، سؤال، ابنك اللي اعتقلوه شنو اسمه بس لو سمحتي؟ اسمه انس. انس، من سالتي عنه شنو يقولوا لك؟ منو اعتقله؟ وين اخذوه؟ تهمته شنو؟ تهمته 4 ارهاب. الله اكبر. 17 سنه 4 ارهاب. 4 ارهاب، واحلف لك يمين الله، ابني طالب مدرسه بصف ثالث متوسط، بقى على امتحانات اسبوعين جديده يمتحن، اجوا شالوه من البيت الساعه 12 بالليل 2017. منو اخذه؟ ممكن اعرف اخت بشرى؟ الشرطه، لاسين ازرق شرطه. الشرطه كان عندها امر القاء قبض لو لا؟ اعتيادي. زين ما عرفت الجهة اللي صدرت هذا الأمر؟ ما انطوش نسخة من أمر إلقاء القبض حتى تسألين عن ابنك وين؟ ابني عندل وين هسه حاليا؟ ابني بتسفيرات تلكير. تسفيرات وين؟ تلكير. تسفيرات تلكيف. اي نعم. زين سنتين هو بالسجن، ما انعرض على قاضي، ما انعرفت القضيه مالته، ما حد شاف سالفته. حتى الان ابني متوقف لحد الان. لحد الان وانا صرت ضحيه، صرت ضحيه للدواعش، وصرت ضحيه للمنتسبين. واحد راح طقت عليه عبوه، وابني الاخر اعتقلوه. الله اكبر. الله اكبر. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخت بشرى. هسه راح يعني احكي بهاي القضيه بالذات، طفل يعني مو كلهم شباب وصغار بالعمر. عباس من بغداد، حياك الله يا اخ عباس. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام، اسمعني من التليفون رجاء. اقول لك اخوي العزيز. نعم.
عندي والدي مسجون. بس علي لي صوتك حتى اسمعك. 2013 لحد الان. اذا امكن اخ عباس والله ما دا اسمع زين، تعيد لي اللي قلت لي اياه. اقول لك اخوي والدي مسجون من 2013 لحد الان. والدك مسجون من 2013 الى الان، وين مسجون وشنو التهمه؟ والله ما ادري، ساعه يقولون بالناصر، ساعه يقولون بربيل، وما ادري شو السالفه. بالناصرية. يعني بسجن الحوت؟ اي لا يمكن يسجن الحوت. طيب شنو تهمته؟ تهمته عشاريا. شنو هي؟ اربع ارهاب. اربع ارهاب. أربع أرهاب شو مسوي يعني مثلا؟ بس أربع أرهاب ما أقول لكم هذا شو مسوي؟ هي قضية عشائرية يعني. قضية عشائرية تتحول إلى أربعة أرهاب؟ ما قالوا لنا بعد، هي صارت احنا كنا صغار يعني ب 2013، كان عمري 17 سنة. طيب. إي إي. يعني هو عاف عدة تدري كم بنية؟ عدة ست بنات وعايش 13 نفر. ربي يفك اسره ويرجعكم يا سالم ان شاء الله اخ عباس، بس يعني ما اعرف يعني طفل عمره 17 سنه يعتقلوه اربع ارهاب، 17 سنه صف ثالث متوسط، وشخص عنده قضيه عشائريه تتحول القضيه من قضيه عشائريه الى قضيه اربع ارهاب، ما دا افتهم انا قضيه الارهاب بالعراق شلون مفسريها الحكومه ولا وزاره العدل ولا وزاره الداخليه؟ القضايا العشائريه شلها علاقه بالارهاب؟ شنو ضرب عشيره بصاروخ ارض وشال عشيره كلها وصارت قضيه اربع ارهاب؟ الله اكبر. هالقضايا اللي بالعراق اللي بدنا نسمعها هسه بهالحلقه هاي. ام مروان من صلاح الدين حياك الله. اي والله اخوي السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. والله اخوي احنا طبت لنا قوه احنا بالجزيره. نعم. اي طبت لنا قوه مع الحشد بكلهم مسيدين الارقام مال السيارات وصل شادين عليها وصل. نعم. ما نعرف اخذوا ابني ولد عمه اربعه. نعم. ولحد الان ماكو اي خبر، ومن المنطقه 18 واحد طلعوا قسم منهم وظلوا 11. اخذوا 18 واحد شنو؟ اي 18 واحد طلعوا قسم منهم اخذوهم على السفنيه. زين. ايه اللي طلعهم واحد كبير بالعمر ضاربينه على راسه راسا توفى ومات. نعم. ايه وابني والبقيه ولد عمه اربعه الله شاهد اخوه ديحه وعوائلهم. طيب ام مروان ام مروان ابنك وولد عمومته الاربعه شو وقت اعتقلوهم؟ يعني وين بالضبط؟ اعتقلوهم 1/12/2016. 1/12/2016. ايه من وين بالجزيرة؟ من الجزيرة جزيرة تكريت. نعم. المنطقة يسمونها الصالحية. من الصالحية، نعم. ايه ولحد الآن رحت دقيت على سفارة بغداد وما خلانا، وصفنا على السفنية وعلى الحمراء، رحت لبغداد صادق حاسب على الأمن الوطني. نعم. واخذوا اسمائنا واخذوا ارقام التليفونات وقالوا احنا نرجع لكم خبر روحي، واحنا راح نتبع، عندنا سجون بالحمراء وعندنا سجون بالسفنيه وراح نتبع عليهم ونرد لكم خبر. واليومك نعم. شكرا شكرا لك ام مروان. قبل ما يدركني الوقت يعني خليني اقرا الواتسابات واحكي على هذه النقطه. اول واتساب وياي اليوم شخص يقول اخي العزيز الحكومه وميليشياتها ليهم المواطن ومن يعتقل يروح بألف داهيه، المهم يوميا مكتشفين حسب اقوالهم امام جديد لان هذا يهمهم ورا فلوس. تحياتي لكم من بابل. السلام عليكم اخوي، اريد اعرف الحكومه العراقيه حكومه اسلاميه لو لا؟ اريد اعرف يوم القيامه من يوقفون امام رب العالمين ايش راح يقولون؟ عندما يسالهم رب العالمين اين المعتقلين ماذا سوف تقول الحكومه؟
عافية بلد ما بي بعد غيرة وناموس، ولكم يا مرجعية ما تخافون الله ورسوله ولا تستحون من آل البيت على هذا الظلم. أليس القتل والاعتقال والتهجير والاغتصاب الحرائر نفذ بفتاوى رجال الدين من 2006 تنفيذا لأوامر إيرانية؟ أخي صار العراق أرخص بلد وأرخص شعب وأرخص مرجعية هي من تفتي بالقتل والتهجير واغتصاب الحرائر، وإلا هذه ليست ثقافة عراقيين ولكن هذه أوامر إيرانية والأدوات للأسف الرخيصين من الشعب. ولكم يا عشائر وين ناموسكم وغيرتكم على هاي الخرائر وهي تبكي على ظناها؟ ولكم والله لا شرف ولا ذمة ولا ضمير باقي الهاي العقل إذا ما تنتخي لحرائر الوطن. وآخر رسالة عندنا من الإمارات، تحية لصوت الحق الناطق بلسان العراقيين. السجون واقع مؤلم جدا، معاناة مستمرة من 2003 مكتظة بالأبرياء خصوصا السجون في مناطق السنة، النساء والأطفال والشباب والكبار، تهم جائزة ووشايات مخبرين السريين. يعني رسالة طويلة لا أستطيع قراءتها كلها. يعني اللي سمعناه اليوم وما زالت الاتصالات تهل على القناة، بس الوقت أدركني ولازم أختم الحلقة. يعني اللي سمعناه معتقلين بالجملة ما بين 4 و5 و6، ما بين أطفال عمرهم 17 و16 و15 سنة، ما بين كبار والتهمة جاهزة وهي 4 إرهاب، قضية عشائرية تتحول إلى 4 إرهاب، قضية طفل يتحول إلى 4 إرهاب وهو حدث وأمة ما تدري بيه وين. يعني ذول المغيبين الحكومة إيش راح تقول عنهم؟ ويطلعون السياسيين كأنه هو ما يفتهم شيء وما يعرف شيء عفوا، وهو الشريف اللي موجود بالدولة، ويقول هاي القضية يجب أن نجد لها حلا. عم يدلقي لها حل. خلصت حلقتنا مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.